مرحبا شباب، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. واليوم هو القسم الاخير من اختبار الحزام الابيض الاصفر. خلينا نقول هو المرحله ما بين الابيض والاصفر. عملنا الكيهون، عملنا الكاتا، وهلا رح نعمل الكوميتي. الكوميتي طبعا بحاجه لشخصين، انا الشخص الاولاني، وفي عندي ضيف اليوم رح تتعرفوا عليه هلا. Also ich bin heute der Gast von WL Schüb, mein Trainer. Wir zeigen euch heute den Komitee-Teil für Weiß, für Gelb-Weiß und let's roll it! في حدا من الأشخاص قال لي إنه نحن، طبعا حدا من المتابعين قال لي إنه نحن بدنا نشوف خصم، يعني نشوف الحركات كيف عم تتطبق. فينا هذا الشيء نعمله، وفينا نعمله بشيء كتير أكتر من هيك وأوسع من هيك، بس أنا عم بمشي ببرنامج من الصفر، من المبتدئين، وإحنا عم نتدرج شوي شوي لفوق. فالفحص أو الاختبار رح يبدأ بهالشكل هذا، اثنين لاعبين مقابل بعضهم. يوي، في مهاجم وفي مدافع. يا اما الحكم بيختار او الفاحص بيختار، بيقول انت المدافع وانت المهاجم بلشوا، او بيكون الخيار لنا بيقول لنا فورا بلشوا. فانا رح نختار هلا كمثال انه انا المهاجم وهو المدافع، فرح نشوف كيف الترتيب رح يكون. Also ich bin jetzt der Angreifer, du bist der Verteidiger. Ja? دائما اليسار بتكون للامام والرجل اليمين بترجع لورا، حتى المدافع نفس الموضوع. فأنا الحكم أو الفاحص بيقول حجمي، فأنا بعمل كيدان براي يسار لورا. المدافع بيكون عم يستنى الإيعاز، يعني الكوميتي بيكون بهالشكل هذا في البداية. فأنا بقول له جوران أويتسوكي، فهو أعطاني الإشارة، أعطاني إنه هو فهمان، فهو القسم جوران، القسم العلوي من الجسم، وأويتسوكي اللي نحن كمان تعلمناه. Noch einmal. Jordan Oizuki. Ich. Jawohl. Und ja. طبعا هذا القسم الاول من الحركه. الحركه هي خمس حركات، هي خمس مجموعات، لانه بالبرنامج مكتوب خمس خطوات. بس نحن ما راح نعمل خمس خطوات، نحن راح نعمل حركه واحده بس. تمام؟ مره ثانيه. يبس. اكي اوكي und كياكوتسوكي. حركة المهاجم هي بس لقدام أويتسوكي، المدافع بياخذ بآخر حركة بكل الحركات، لأن خمس حركات، بكل الحركات بياخذ آكي أوكي، وبالحركة الأخيرة بياخذ آكي أوكي، بعدين كياكوتسوكي، مثل ما راح نشوف هلا، اللي نحن حاليا راح ننفذ الحركة الأخيرة بس. جوران أويتسوكي. كنو. أوديا. Jawohl. Noch einmal. Jordan Oizuki. Jawohl. Und ja. رح نشتغلها من الاتجاه الثاني مشان تكون اوضح. Jordan Oizuki. Und ja. هاد القسم الاول. تمام؟ الحكم هو ممكن يقول خمس مرات، ثلاث مرات، مرتين، او يكتفي بمره واحده حسب الحكم او الفاحص شو بيطلب. احنا بهمنا نتعلم شو المطلوب منا، وحكم شو، وحسب شو الفاحص بيطلب بقى بدنا ننفذ. الحركه الثانيه اللي هي شودان اويتسوكي مع الدفاع اللي هو سوتو اوكي. شودان أويتسوكي. الدفاع كان هيك، هلا راح ناخذ الحركة كاملة، دفاع مع هجوم. شودان أويتسوكي. أوند كياكو. كياكو. يلا. أوند يا. تمام؟ رح نرجع نعيد الحركة من الجهة الثانية. شودان أويتسوكي. يلا.
Choran Oizuki. جبل. اوه جبل. الحركة الثالثة اللي هي مايجري من المهاجم، المدافع راح ياخذ الناجاشي اوكي بعدين الكياكو تسوكي. راح ناخذ المايجري، المدافع راح ياخذ الناجاشي اوكي ونوقف ونرجع نعيدها. It's نوا ناجاشي اوكي. مايجري. Noch einmal. Maigere. Und Kiyako. Jawohl. Und jawohl. دائما مثل ما حكينا لعبة الكاراتيه هي عبارة عن انضباط واحترام. من المفروض من بعد نهاية كل تكنيك يويداتشي ودفوسوزام ري دان فيرتش. بعدين بتنتهى المجموعة. رح ناخذ الحركة من الاتجاه الثاني. مايجري. Und ja. Noch einmal. Maigere. Jawohl. Und ja. Fuß zusammen. هذا المطلوب بهاي المرحلة، هذا المطلوب من اللاعبين الجدد اللي عم بيقدموا المرحلة الأولى. بفحص الأصفر، الفحص الأصفر الكامل راح يكون مطلوب نفس المجموعات بس بتقنية أعلى. مع اظهار حقيقة الحركة، الصوت ممكن يكون شوي يكون في عنف لأنه هي أساسا لعبة قتالية ما رقص. يعني أنا لازم يكون في تخطيط بيني وبين زميلي، بيجي أنا وزميلي بنوقف هيك بقول أنا هلا رح فوت رح أعطيك إشارة. لما بيدافع مثلا نقاشي أوكي بوقف بيعطيه مجال لأنه يعمل هجوم، وهيك من الطرفين لازم يكون. بهذا الاختبار او بهذا الفحص نحن انا ما لازم بين انه زميلي فاشل او زميلي انا اقوى منه او انا اضعف منه او هو اضعف مني. هذا كلياته مو لصالح اللاعب، لازم هون بالعكس نقعد سوا بفتره التمرين ونتجهز حالنا للاداء. رح نرجع نعيد الحركات بشكل اسرع. المجموعات كاملة جودان أوتسوكي تشودان أوتسوكي مايغري بالاتجاه. جودان أوتسوكي. تشودان أوتسوكي. مايغري. Fuß zusammen und rein. Zusammen. Ei. Joy. Jordan Oizuki. Und ja. Jordan Oizuki. Maigere. هون جام وسوزام ري. مشان ما حدا يثبت يستبق الاحداث لازم بكل هجوم في صوت في كياي. حاليا ما عم نعمله لانه بفضل بالمرحله هاي اللاعب يتقن الحركه هاي اول شيء، وبالمرحله اللي بعدها بصير بينفذ اداء الصوت معه. تمام؟ يعني بالمرحله هاي بوجهه نظري ممكن ناس تقول لا هلا لازم يعمل الكياي، لازم يتعلم عليها. هو عم يتعلم عليها اساسا، موجوده بالكيهون وموجوده بالكاتا. يفضل بالمرحله هاي يتعلم بس الخطوات لانه لساته جديد الشخص عم يتعلم. راح نبدل الادوار ساعه بيكسل. حاليا انا المدافع وهو المهاجم. يوي اي jetzt geht am Ball nach hinten. جولان اوتسوكي اس اوكي mal nach hinten. Jordan Oizuki. Aus. Tommy. Noch mal nach hinten. Maigere. Maigere. Aus. Und ja. Fuß zusammen. Und drei. Aus. Joy.
كده عم رايح نحن هنا. جرى تسوكي. أص. إيه. نحن هنا. جرى تسوكي. أص. وانت إيه. ها تيجي تروح نحن هنا. مايكل. مايكل. أص. وانت. Fuß zusammen und rein. Inshallah يكون درسنا لليوم مفيد، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. إذا في حدا عنده أسئلة، في حدا عنده استفسارات، يا ريت يكتب إياها بالتعليقات تحت. نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله، وسلامات. سلام. واليوم راح نكفي الشيء اللي بلشنا فيه الم... أنا نشتيله؟ كنا هون دانيت كياكوتسوكي. No, 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 Kiyako Tsuki.